مرحبا فيكم بسلسلة سينيراما، حلقات قصيرة وسريعة، وبنهاية كل حلقة في سؤال لنشوف إذا فهمتوا المحتوى الموجود أو أستقبل أسئلتكم بالتعليقات. اليوم نحكي عن كتابة السيناريو. لما نكتب السيناريو في غالب الأحيان نبنيه على فكرتين أساسيات، إما سيناريو مبني على أحداث plot driven script أو سيناريو مبني على شخصيات character driven script. رح نبدأ بالplot driven script. أهم إشي الأحداث، بدنا نكشف مؤامرة معينة، بدنا نحمي السفينة من الغرق، بدنا نقضي على الوحش. بتكون عادة sci-fi scientific أو horror أو thriller movies، وإذا حذفنا شخص من هذا الفيلم ما بيدمر الفيلم لأنه ما على الأحداث مش على الشخصيات، مثل فيلم The Lord of the Rings. ليجولاس بدور المهم بالفيلم، لو شلنا ليجولاس من الفيلم ما بتأثر، وبتضل عجلة الأحداث تدور باستمرار على إنها توصل الخاتم على الوادي وتدمر الخاتم. الأحداث لازم تكون قوية ومتشابكة، جذابة، معقدة، وتدعو إلى التفكير والتحليل لحتى يكون فيلمك فعلاً قوي. كومبلكس بلاتس، وكمان يكون في تويستات. التركيز بهذا النوع من السيناريوهات بيكون على الصراع الخارجي. فيلم V for Vendetta، بغض النظر عن إبداع الممثلين فيه، إحنا بنتذكر القصة، بنتذكر الأحداث، لأنها بتدافع عن قضية كتير معينة بتمر في حياة كتير من الشعوب. الأحداث والقضية هي اللي جلبت النجاح لهذا الفيلم. وهلأ نحكي عن character driven script المبني على شخصيات. شو أهم إشي فيه؟ الشخصيات. فمثلاً بدنا نشوف كيف ممكن تتغلب هاي الشخصية على حالة نفسية مرت فيها أو عقدة من طفولتها، كيف ممكن تواجه تحديات معينة، وكيف ممكن تتغير وتتطور هاي الشخصية من بداية لنهاية الفيلم. اهتمامنا بيكون بالشخصية نفسها، وبطبيعة الحال أفلام السيرة الذاتية إذن هي character driven script. طيب إذا حذفنا شخصية من الفيلم، هون بتدمر الفيلم. The Godfather. أوكي، الأحداث بالفيلم كانت رائعة، بس هي فعلياً عن آل باتشينو، وأبدع بدوره. إحنا كنا نراقب آل باتشينو كيف تتغير شخصيته، بتتطور. فتخيلوا The Godfather بدون دور آل باتشينو، أو تخيلوا سلسلة الباترون ديل مال تاع بابلو إسكوبار بدون بابلو إسكوبار. لازويا دي سير كين سوي. جو سوي بابلو إميليو إسكوبار غابيريا. المخرج ضروري يدخل خلال هذا السيناريو شخصيات مختلفة تواجه البطل لحتى نشوف تقلب الشخصيات مع الأحداث المختلفة. فكل حدث جديد أو شخصية جديدة تتعرف على البطل كشفت لنا جانب جديد منه، انجذابنا للشخص. إذا ضل على رتيبة واحدة طول الفيلم، الفيلم بيكون ممل، وهو متعاطف، وهو زعلان، وهو بيحارب، وهو حزين. ضروري نشوف جوانب مختلفة من شخصيته. نفرض انت محتار انه في افلام مبنيه على قصه او مبنيه على شخصيات، اسال حالك شو اكثر اشي بتتذكره من الفيلم، وشو كان عندك فضول تشوف نهايه الفيلم. وهلا خلينا نختبر حالنا، راح احط لكم مجموعه من الافلام مع ارقامهم. اكتبوا لنا بالتعليقات ارقام الافلام اللي مبنيه على احداث plot driven script.